ما هي الديتا ستراكشر؟ بشكل عام احنا لما اجينا نتعامل مع البيانات كأبسط مثال إلها انه هي المتغيرات في اي لغة برمجية درسناها، وقلنا انه عندنا انواع من المتغيرات، متغيرات رقمية ومتغيرات نصية، وايضا عندك متغيرات تكون عبارة عن بايت وبوليان والانواع الاخرى من المتغيرات. اذا احنا صنفنا هنا البيانات، يعني عندنا بيانات، هذه البيانات صنفناها على حسب النوع الخاص فيها وخزننا كل نوع الخاص فيها داخل المتغير اللي يناسب هذه البيانات. بعد ذلك تطورنا اكثر، قمنا انه احنا نسوي مصفوفة، يعني هذا الجزء المبسط انه عملنا مصفوفة من البيانات، مثلا مصفوفة من اسماء الطلاب، مصفوفة من الارقام من اعمارهم، مصفوفة من ارقام حقيقية، مصفوفة من كذا وكذا. إذا هنا احنا دا نعمل هيكلة بالنسبة إلى البيانات هذه. يعني احنا لما اجينا عملنا مصفوفة منها، قلنا انه هذه البيانات ما نقدر انه احنا نخزنها داخل متغيرات، فانتقلنا ايش؟ انتقلنا إلى طريقة أخرى لهيكلتها اللي احنا عملناها على أساس تكون مصفوفات، حتى ايش؟ حتى هنا تعطينا كفاءة في العمل وتسهل علينا العمليات على هذه البيانات. اذا هنا احنا نقدر نقول بشكل عام ان الداتا ستراكشر راح تنقسم عندك الى قسمين اساسيين، اللي هو primitive data اللي هي الابتدائيه المتعارف عليها سابقا، انه احنا هذه البيانات نقسم الى انتجر، فلوت، كاركتر، بوليان الى اخره من انواع البيانات. وعندنا اللي هي المتقدمه اللي هي يسمونها النون primitive data ستراكشر. هذه المتقدمه تنقسم عده قسمين، اما انه تكون خطيه linear، يعني data structure ولكن تكون خطية، والجزء الثاني يكون عندك data structure لكن هي تكون عندك non-linear ليست بخطية. بالنسبة للخطية فإحنا راح نتعرف عليها كلها، هذه الأولى الأري المتعارف عليها طبعا، الجزء الثاني يسمونه stack, queue, linked list. أما بالنسبة للnon-linear data structure اللي tree, اللي graph, tree, الهاش, table، لان هذه الاسماء وهاي يعني تلاحظها ان هي غريبه عليك. طبعا ان احنا راح نتناول كل واحده منهم ونبدي انه نفصلها وكيف راح نتعامل معها، ولكن بشكل عام هو هذا مبدا الكورس يعني مالتنا، راح يكون عندك بهذا الشكل. راح نبدي نتعرف على اللينير داتا ستراكشر وعلى النون لينير داتا ستراكشر. اذا احنا هنا لما اجينا نتعامل مع هيكله البيانات، بنقصد انه احنا نقوم ب يعني عمل تحليل لهذه البيانات، ثم بعد ذلك اختيار افضل هيكله الها. طيب احنا ليش نختار افضل هيكله الها؟ بالتالي احنا نحتاج الى سبيد، سرعه في التعامل مع هذه البيانات، وايضا نحتاج الى المسافه، مسافه حتى نصل الى هذه البيانات. فعندنا سبيد اند سبيس بشكل يعني نقدر نقول عليها بهذا الشكل، راح تعطينا ايش؟ راح تعطينا كفاءه عمل البرنامج. يعني احنا بدنا ننظر الى الكفاءة، فالكفاءة تعتمد على عدة عوامل من ضمنها السبيد والسبيس، انه المسافة اللي من خلالها راح يتم عملية هيكلة هذه البيانات. على سبيل المثال عندك بيانات انه انت اختاريت انه تهيكلها بشكل لا يتناسب مع هذه البيانات، اختاريت انه طريقة هيكلها بشكل ما يتناسب، هذا راح يعطيك باد بالنسبة للسبيد وبالنسبة للسبيس، وبالتالي راح يعطيك كفاءة غير جيدة. على سبيل المثال كأبسط مثال يمكن نقول انه عندنا نقطة على الخريطة، عندنا نقطة ثانية على الخريطة، كيف احنا راح نصل الى هذه النقطة، يعني من نقطة الى نقطة بالاعتماد على السبيد وعلى السبيس بحيث تعطينا افشنسي عالية.